كلمتي بآية نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. معالي نقيب المحامين سامح بك عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، السادة علماء وشيوخ المهنة المحاماة وكنزها، بدأت كلمتي بآية من القرآن أقسم عز وجل بحرف من الكلم وبالقلم، نظراً لشدة أهمية وتأثيرهم القوي والخطير على الإنسانية، وكرم الله عز وعلا حملة العلم والحث على العلم بآيات تجاوزت 850 آية في كتابه المقدس، تشديداً على أهمية العلم والعلماء وتكريماً لهم وتمجيداً لفضل العلم، حتى أنه قيل عنهم العلماء ورثة الأنبياء لكونهم حاملي رسالات لخير الإنسانية وأمورها. وأخصص هنا علماء وشيوخ مهنة المحاماة والقانون، فالقانون هو العلم الوحيد الذي لا يخلو فرع من أفرع الحياة إلا ونظمه القانون، وكان عصباً لا تستقيم الحياة بدونه. شكراً لشيوخنا الأجلاء حاملي لواء العلم وملوك الكلمة رجال القانون والباحثين فيه، أصبحتم كنزاً ومنهلاً نستقي منه العلم، دمتم منارة مشرقة ودامت بكم قلعة الحريات مرتفعة الهامة، ودام النقيب سامح عاشور نقيب المحامين راعي للعلم وشيوخ العلم وشيوخ المحاماة، يكرمهم ويشكرهم معطيا لكل ذي حق حقه من التكريم الذي يستحقه. وتوجه بالشكر لمعالي النقيب المتمكن في العلم واللغة فصيح اللسان، معالي النقيب محامين جنوب القاهرة الأستاذ الجليل النقيب حسن أمين، وكل أعضاء مجلس نقابة جنوب القاهرة للمجهود المبذول الذي شرفنا بأن نكون جزءا منه، تكريما لشيوخ ورموز مهنة المحاماة العريقة. أشكر معالي الأمين العام الأستاذ الكبير الأستاذ خالد أبو كريشة تشريف وتمثيل النقابة العامة، وصديقي عضو المجلس الأستاذ أدهم العشماوي، وشكرا لحضراتكم.